بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل انستول للام بي اي وازاي نعمل ران لاول برنامج بالام بي اي. تمام، في البدايه هننزل الام بي اي من الرابط ده. تمام، هضغط على الرابط ده. تمام، بعد كده نضغط على داونلود، بعد كده نختار نعمل سيلكت للتو فايلز دول، بعد كده نيكست، بعد كده نضغط على او هينزل اوتوماتيك او تضغط على الرابط. تمام، طيب بعد ما تعمل داونلود للفايلين دول، تمام، هتعمل انستول ليهم هما الاثنين. تمام، الانستول سهل مفيش مشكله، نيكست نيكست في الاخر فينيش. تمام، بعد كده هنعمل بروجكت بالفيجوال ستوديو. تمام، هنضغط على فايل نيو بروجكت. تمام، نختار مثلا امتي بروجكت او كانسل بروجكت. تمام، واضغط على نيكست. تمام، بعد كده تسمي البروجكت بتاعك. تمام، بعد كده كرييت، بعد كده سيف. تمام، هتكريت البروجكت بتاعك، هنكتب الكود بتاعنا بلغة السي. تمام، هو الفايل بتاعنا السي بلس بلس، بس مش مشكلة هشتغل معاك كود سي. نغير ال IO stream ل standard input output. تمام، دوت اتش. تمام، نضغط ونعمل include ل ال MBI دوت اتش. تمام، طبعا المشكلة الأولانية اللي هتقابلنا إن عندك ال include هنا لل MBI بيقول لك cannot open source file MBI دوت اتش، لازم تربط الفولدرات بتاعة ال MBI بالبروجكت بتاعك. تمام، هنغير ال function بتاعة cout بال print function. تمام، print f. تمام، عشان يبقى الكود بتاعنا سي. تمام، طيب في البداية هتعمل ايه؟ هتيجي عند البروجكت بتاعك. تمام، اللي هو جو سوليوشن ده، ضغط على كليك يمين، ضغط على بروبرتيز. تمام، في البداية ضغط على سي اور سي بلس بلس. تمام، وفي السي اور سي بلس بلس هتضغط على اديشنال انكلود دايركتوريز. تمام، بعد كده ضغط على السهم ده ايديت. تمام، تضغط على الفولدر هنا، بعد كده ضغط على البطن ده. تمام، هتفتح السي بروجرام فايلز 86. تمام، طبعا ممكن يكون التسطيب بتاعك في مكان تاني، بس مش مشكلة، لو في مكان تاني ممكن تعمل سيرش على المكان بتاع الام بي اي بروجرام فايلز 86. هتفتح المايكروسوفت اس دي كيز. تمام، تفتح الام بي اي، تضغط على انكلود، تضغط على الفولدر بتاع انكلود، بعد كده سيلكت فولدر، بعد كده اوكي. تمام، بعد كده في اللينكر تضغط على جنرال. تمام، هتضغط بعد كده على اديشنال لايبرري دايركتوريز. تمام، ضغط على السهم ده ايديت، على علامة الفولدر البوتون. تمام، تفتح السي بروجرام فايل 86. تمام، هتفتح المايكروسوفت اس دي كيز. تمام، تفتح ام بي اي، بعد كده تضغط على لايب. تمام، تفتح اللايب. تمام، بعد كده تفتح او تضغط على الاكس 86، بعد كده سيلكت فولدر اوكي. تمام، بعد كده تضيف حاجه زياده في الانبوت جوه اللينكر برضو. تمام، الانبوت تضغط هنا، ضغط على السهم ايديت، وتكتب هنا ام اس ام بي اي. تمام، دوت ال اي بي. بعد كده اوكي، بعد كده اوكي ابلاي اوكي. تمام، بعد كده تعمل ران للكود بتاعك. تمام، طبعا هنا طلع لي ايه، هالو وورلد. تمام، طيب بعد كده المفروض البروجكت بتاعنا يكون ام بي اي. تمام، فهنستخدم اللايبراري بتاعه الام بي اي. في البدايه هنضغط على ام بي اي initialize. تمام، init. تمام، بعت لها مثلا null و null. تمام، بعد كده الكود بتاع الام بي اي لازم ينتهي ب ام بي اي finalize. تمام، هو نضغط ونكتب return 0 بتاعت المين كده. ممكن نعمل build solution. تمام، ممكن نعمل run، طلع لي hello world. تمام، المفروض هنعمل run للبروجكت بتاعنا باستخدام الكوماند لاين، عشان المفروض نكتب ايه، كود معين. تمام، يشغل لي البرنامج ده بطريقه مظبوطه باستخدام الام بي اي. تضغط على كليك يمين على البروجكت، اسم البروجكت بتاعك. تمام، وتضغط على open folder in file explorer. تمام، بعد كده تفتح الديبج. تمام، تفتح الفولدر بتاع الديبج،
وتاخد الدايركتوري بتاع الديباج ده، تمام، كنترول سي، تاخده كوبي، تمام. بعد كده تفتح السي ام دي اللي هو الكوماند برومت، تمام، تكتب سي دي، بعد كده كنترول في اللي هو الرابط بتاعك، سي دي يعني تشينج دايركتوري، هتحرك لحد ما يوصل للفولدر بتاع الديباج، تمام. بعد كده تكتب الامر ده ام بي اي اي اكس اي سي، اختصارات اكسكيوت، تمام. بعد كده تكتب اسم البروجكت بتاعك، تمام. البروجكت بتاعنا اسمه كونسول ابلكيشن 3، تمام. هتكتب هنا بالظبط كونسول ابلكيشن 3، بعد كده تضغط انتر، عمل لك ران للبرنامج بتاعك. طبعا طلع لك كلمة هالو وورلد اكتر من مرة، ده معناها في حوالي 12 مرة، يعني معناها في 12 بروسيس شغالين مع بعض. ممكن تحدد عدد البروسيسز بعد ما تكتب ام بي اي اكسكيوت كده اهو، تمام. تكتب علامة هايفن هي الشرطة ان، تمام. بعد كده تحدد مثلا 5، تمام. بعد كده تكتب اسم البروجكت بتاعك، تمام. بعد كده تضغط انتر، كده عمل لك ايه ران باستخدام 5 بروسيسز، تمام. ده الكود الاولاني بتاع اول بروجكت باستخدام الام بي اي، تمام. شكرا وبالتوفيق.